الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أكون شريكا بنسبة من رأس المال وأن أكون موظفا في المصنع براتب معين؟ نعم، هل يجوز أن أكون شريكا بنسبة من رأس المال وأن أكون موظفا في المصنع براتب معين؟ الراتب تأخذه مقابل عملك، ما هو مقابل الشركة، تأخذه مقابل عمل. يجوز أن يكون العامل أحد الشركاء براتب معين على عمله، ما هو من الربح. نعم.